انتوا بتعملوا ايه؟ توقعوا في الكومنتات دي في ايدي دي كينج مصر. يلا اتنين. لا مش هفتحها. ليه؟ مش هفتحها. والله العظيم عينيها مرعبة. ايه؟ ايه ده؟ صباح الخير يا جماعة. طبعا بقى اتقتلت امبارح، ما قدرتش اعمل اي حاجة. ماشي، دعوة بعيني ما الله يبارك فيكم اليومين دول بس كده اخلص. بجد يا قمر؟ ماشي. اليوم كان حلو؟ اليوم كان حلو، روحت كنت عايزين بقى قولي بسرعه للناس اشكريهم قبل ما خلاص تيجي. طبعا يا جماعه مش هينفع نعمل حاجه من غير ما خلاص تيجي. لا عشان دي عارفه احنا عندنا دلوقتي، بس اشكري الناس. طبعا شكرا لحد تذكرني ولحد يفرحني ويفاجئني. انتوا بتعملوا ايه؟ بنعمل ايه؟ والله العظيم بتعمل ايه؟ لا 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 قلت ماما شوف الفيديو. والله قلت اه لازم نفتح معانا عشان ما تزعلش. والله قلنا، بس هي اختك بتقول بس حته مقدمه كده تشكر الناس. انت بنفتح والله ما فتحنا، والله العظيم ما فتحنا، والله العظيم ما فتحنا. اقعد يا اختي، اطلع اقعد هنا. حبيبت قمر امس الله اكبر عليك. ربنا يخلصك. اهلا يا نعم. المفروض دلوقتي يا جماعه ان انتوا شفتوا امبارح المشهد، ان كل واحد حط الهديه طبعا، وموجود دلوقتي ما تعرفش بتاعت مين، والله ما تعرفش الهدايا بتاعت مين، ما تعرفش مين جاب ايه، لان الشنط كلها اتلخبطت. بس انا كده حاسه اني هعرف. ماشي يلا ابدا. يبقى اول شنطه نقي شنطه. اول ما افتكرتوش استني بقى، وافتكرني حبي يفاجئني، وانا بفرح ان حد افتكرني مش بفرح ان الهديه. انت اصلا جولي اصلا يعني الهديه دي اصلا احنا والله ما قلنا لحد، ما عزمناش حد اصلا. لا ما عزمناش حد، ما فكرتش ان الهديه دي اصلا بالظبط. يلا افتح بقى قولي. هقوم ادعي انت دي. ماشي ابدا. سيب لي اخر حاجه، ودي سيب لي اخر حاجه عشان تجيبها. خد دي، خد دي كده. وبعدين بتاع مين اللي جاي لي جنان؟ هو وراني الناس الاول. كده شنطه. ايه؟ ايوه شنطه. استنى عشان شكك في حد. ايه ده؟ الله حظاظه، بعشق الحظاظه دي. عليها باتمان سوبرمان. جولي بتعشق الحظاظات، بتحب الحظاظات جدا. طب في حاجه تانية؟ ودي نضاره. ايه ده؟ الشيكة والذكرى؟ المصيف بقى. اوه ياي شياك حلو شكلها. ده تشانيل. لا اكيد مش براند يعني، بس هو تشانيل. اوه ياي ايه ده؟ نضاره براند شيد الهاند. يلا اللي بعده. طب دي بتاعت مين؟ ما انت قولي توقعي دي مين اللي جاب لك ده؟ قولي اسم. لا قولي اسم. هنقعد نقول بقى يا عم عمرو. لا قولي اسم وفي الاخر هقول صح ولا غلط. يلا. لا بس انا ما اعرفش، انا بحب الحظاظات. طب ومين؟ ادم 24 ساعة نفس حظاظات. ادم مين؟ ادم اخويا. اجابة صحيحة. والله اقسم بالله ادم صح. ادم ده؟ اه والله. ليه جابهم عشان ياخدوا مني؟ ده كده حلقه ده ياخد مواد صح. قلت كده بس هي دودو منقيه معايا بصراحه. شنطه حلوه قوي، شنطه جميله. كل ده بعيد. دودو منقيه مع ايه ده؟ هتبعت يلا. شكرا يا حبيبي حبيبي. خد يا ستي. الله مجد سويتش. طب ما يمكن هي اللي جايباها. ممكن. لا مش قصدي. طيب الله بتاع دي كان نفسي فيها قوي من وانا صغيره بجد والله. البطح بطح بطح بطح. الكلب انا والكلب انا والكلب. هي المفروض تحط حاجه ثابته اصلا. الكلب انا والكلب انا والكلب. حاجه ثابته كده. مين اللي جايبها؟ اصلا بحبها. كلب انو كلب انو كلب انو. يا سيدي 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 يا لسه ما فرشناش. ففي حاجات دي كنا فتحناها على السفره تحت او على الترابيزه كده جميله، بس الدنيا مكركبه لسه والدنيا معانا بايظه. اول ما نفرش، ممكن ناس سالتنا على فيديو الفرش، اول ما نفرش هنزل لكم الفيديو واجيب بتاع فرش الفيلا كله. ماشي.
ثلاث شهرين والله. دي مستحيل تكون صح. طب قولي مين طيب؟ اتوقعي حد. اي سي ار مستحيل تجيب حاجة زي دي. طب مين يا جودي؟ دي حد كبير مش كبير، حد في سني. مين؟ اتوقعي حد. انت عارف كل واحد ده؟ اه طبعا عارف. ما انا اللي بدلت امبارح والله العظيم الشنط كلها. عشان انت شفتي يوم وداخلين بالشنطة. صح؟ طب اجابة غلط؟ خلاص؟ خلاص؟ والله غلط هتحسب غلط. في الآخر هقول لك مين. كلام دي دوم مش عارف. عرفت. والله ما قلتش اسم تاني، مش هينفع اسم تاني. اصل هو اصلا العدد كان قليل وانت طلعتي ادم. واكيد مش انا. فخلاص بعد اذنك مش هتقولي اسم خلاص. قلتي سوسن غلط. قلتي سوسن غلط. عرفت غلط غلط. مفيش اجابه ثانيه. كده انت كده ما عرفتيش مين اللي جاب دي. بامانه انا شايف كده. يلا اللي بعده. غمضي عيني. اهو. خد. خد الحاجات دي هناك كده. ماشي. ايه يا جدعان هدايا كلها الحاجات اللي العيد بجد يعني والله ما وفرتوا عليا وقت بجد ما بلاقيش اي حاجه ايه رايك في الشوز طيب بامان والله انا اكتر حاجه بتزعلني من كوتي الابيض بتبهدل ده لونه اوف وايت جميل ده اوف وايت ده جميل جدا على فكره الشوز والله العظيم جميل جدا جامد قوي مين بقى اللي جايبه؟ اتوقعني محدش يعرف مقاسي غير ماما وصلصونا برضه. لا دي جت دماغك بدأت تشتغل. بس ممكن يكون حد سأل ماما مقاس الكاك؟ لا ما اعتقدش. طب يلا قولي اسم. أعتقد سرسون. مين؟ إجابة صحيحة. كوتشي جامد. فعلا سوسونا جامد. بس؟ طب انا قلت دي سوسونا. يلا غمض عينك كده. يبقى دي عرفت مين بقى؟ لا خلاص. حتى لو قلتي اجابتك تبقى غلط. حتى لو قلتي انت كده من ثلاثة عرفتي مين. خد. لا مش هفتحها. ليه؟ مش هفتحها. ليه؟ لا. اه. بص يا جماعة الشنطة دي أصلا عليها قصة كبيرة علاقات عمرو الكابتن هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن عمرو عمل في جودي ملف جميل أوي روحوا اتفرجوا عليه مش هقول لكم إيه اللي جوه روحوا شوفوا عند عمرو الكابتن خلاص أنا مش هينفع تفتحها خالص بصراحة مش هينفع تفتحها خالص عمرو الكابتن هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن روحوا اتفرجوا على إيه الهدية اللي عمرو الكابتن جابها لجودي غمضي عينك ماشي يلا خلصينا طيب استنى مج عشان محدش يشرب معايا حاجه انت هو جالك مج ولا جدي فيه ايه برضو عشان محدش يشرب معايا حاجه ده جامد قوي عارفين اللي هيجي جنبه تالت مج يجي لي ويتكسر وده تالت مج يجي لي وكل ما بيجي لي مج بتكسروه شياكة يا شياكة محدش هيجي جنبه يلا باشا ناخد شوف على انت عارف مين اللي ده بتغمض وتفتح ايه ده؟ يا ماما يا ماما يا ماما لا عايزه خدي ايه ده؟ دي مراية والبطيخ ويخ ده جامد قوي ده بس انا فعلا اوريه للناس والله بص يا جماعه بتغمض وتفتح والله باينه كده؟ باينه في الكاميرا؟ بصوا ايه يا عزيزي ايه دي جامده قوي الحق بص بقى هو بتغير ايه ده دي غريبه قوي ايه ده بتعمل كده ليه كده ابو ايه شكلها مرعب والله العظيم عينيها مرعبه افتح بقى عشان انت تشوفها وما اعرفش ايه يا عم توقعتي ايه دي انا هموت واعرف ايه قول مش عارف بصراحه ساعه اوه بنش بوب جامده قوي دي بتحط عند مين؟ بتحط عندك انت على المكتب بتاعك. حط كده.
حط في السقف اللي بتحط على المكتب. ده ونبل شكلها حلو. انا سبونشي بوب بوب بوب. اتوقع دي بقى بتاعت مين؟ اتوقع دي بتاعت مين؟ بتاع وسبري ومانجا. دي كده من ثلاثة جاوبت اتنين صح. موضوع مفهاش ذكاء خالص. انت كده خرجت سوسونه بره الحوار وخرجت مين؟ ادم. اه يعني في اتنين كده خرجوا بره الموضوع بقى سهل اهو. لا اتوقعي. لا اتوقعي بقى بسرعه عشان جد. اتوقعي بسرعه. نعم. مين حضرتك؟ يا جدي يلا انت جاي نقعد ساعتين في الفيديو. ما تقولش حاجه صح؟ انا ما انت عارفه ان الحاجه جايه. تنسيت ان الحاجه لسه جايه؟ دي عليها فيديو لوحدها دي. يلا هدية يا جماعة هدية كبيرة شوية فمحتاجة فيديو. أمو شيكو صح؟ أمو شيكو اللي جوه؟ أمو شيكو غلط غلط؟ أيوة غلط. مين؟ مش عمو شيكو. مين؟ شيكو عمو يا جدي يا راجل لسه عنده 20 سنة خليه عمو شيكو. خلاص شيكو اللي جوه صح. إجابة صحيحة. بس لا إزاي بقى؟ أنا هنتكلم بصراحة. إيه؟ انا الوحيد اللي ما غيرتش شنطته شيكو. بص انت صايمه صح؟ اه. الكذبه حرام. لا والله العظيم ماشي الكذبه حرام. ماشي الكذبه حرام. ماشي انا شيكو الوحيد اللي ما غيرتش شنطته عشان لو تاخدوا بالكم امبارح هو ما نسيناها وما حطهاش مع يعني ما دخلتش قد شنو كان بيصورها فما دخلتش قدمها لجودي كانت شيء يعني على الدور. اه هحسبها لك والله لو جبت بصراحه هحسبها لك. ماشي قول انت عارف انا بتاعت شيكو. ايوه. لا ثواني يعني جبت شيكو اصلا شيكو شايلها او هو كده كده. والله ابدا شيكو ده كده. لا حسيت بس حسيت. بسم الله. انا بقول لك شيكو قلت اقول. لا دي زي ما انت يعني اول ما يعني اول ما شفت الشنطه دي مش عارفه ان انت شيكو. عارف ليه عارف ان انت شيكو؟ اه. لا اقول على تجربه مصر عارفه حسيت كده ايه الهدايا بتاعتهم. وماما انا عرفت برضه هتجيب ايه. وصلصله خرجت بره الحوار فعرفت ان دي بتاعت شيكو. اه يعني اللي جاي المفروض انت كله عارفاه. مش قوي مش متاكده. ماشي اللي بعده اللي بعده. ماشي. ما انا جبتها خالص. اللي بعده. كده ايه ده يا جدي بتاع حاليا لا ده خلاص زبالة قوي دي يا جدعان اصل اللي تاج حط هديه ما كانش تعرف بقى صورهم صور جميله بصراحه جامده ميداليه هي ميداليه اصلا وريني الناس تاني عشان في صور معاهم بعض حلوه قوي جميله لذيذه والله دي ريتاج يا جماعة. لا الصورة أصلا تخرج بره الكاميرا. أنت كنت بتعمل ماسك ولا إيه؟ لا 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 ده احنا مدرسة. ماشي. جايبة بيرفيوم. هاي تعال عشان منكم تعال عشان منكم. بحب حاجات صغننة دي جدا. حلوة. جدا. ده تشيلي. قطع إيدك يا جماعة. شمال أنا. ايه حاجات ايس حاجات جودي يا ايس الحاجات دي كلها حاجات دي بتاعت جودي تطلع ايد في بقى شوكولاته سواء انا عندي كده كام شوكولاته واحد صح واحد اثنين مش احنا يا جماعه مش احنا اللي جايبين والله ثلاثه قاعد لك مقاطعه لو ليكي لو ليكي مش مقاطعه كده كام؟ خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة والله كتير في حاجة هنا والله كتير يا والله كتير يا في حاجة هنا ايه؟ ميدالي اوبا ميدالي ده ريتاج انت مظبطها مش تمام ميدالي انا عجبتني قوي اللي فيها صورنا دي قوي يلا اللي بعده شكرا ريتاج وبجد ثانكيو ثانكيو هدايا جميلة كلها والله فاضل ايه ده؟ ده بابا تقتلنا بس الدبدوب دي عجباني قوي يا فلوس اللي بعده اللي بعده لا بس في هديه جيبي ما فتحتهاش اللي بعده هات يلا دي ما كده ما بقاش غير اتنين هو ماما ماما ورماس وايسل وعمو كينج اه ده لا لسه انا ايوه ايه ده؟ شرطه الله دي جامده قوي اثنين اوه دي شنطة ايه مكتوبة شنطة شنطة يا جماعة شنطة ايه؟ انا بعشق الشنط دي اللي بعد الشنط عارف بقى دي بتاعت مين؟ استنى مين؟ لا
اكسسوارز كده بجد ولا طيب البنات اكسسوارز مش انتاج ده عارفه يبقى مش انتاج هقول استنى تحرني يا ضغطي احب اوريكم كتب لي ورقه هي كانت عربي ده خط المكس استنى بص بلدي يوريها بقى عشان اقرا الناس وهنا في اكسسوارز كتير اسمها ايه ده ايه ايه ملازم قوليها تاني عشان كده قوليها تاني قوليها تاني انا؟ اه اكسسوارز قوليها بقى طب قولي زيها قولي اكسسوارز قوليها بسرعة اكسسوارز كده عايز طب يلا جربي تاني ايه؟ والله لا تقوليها بسرعة اكسسوارز بعد الفطار يلا اكسسوارز 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 ايه؟ ايه؟ اكسل عايز تقولي اكسسوارز اهو شاطرة يا نت تبدلي ايه بقى؟ It's a happy message, I love you very much وعلى الأقل and happy birthday يا جوجو it's a very happy it's a very happy day and you is not friend انا مش عارفة مخلصتها ايه؟ اه ماشي you the best friend لا انا مش عارفة مش عارفة ايه؟ انا مش عارفة حاجة خط صغير قوي انا مش عارفه اصلا انا بقول يو از نوت فريند يعني بتقولي انت مش فريند انت بيست فريند يو از ماي اول انت كل حاجه انت سيستر اند ماي مام وانت اخت امي اي لاف يو فيري ماتش اتس ا فيري بيوتيفول بيرسون انت شخص جميل اتس ا هابي 2 ييرز اولد يا رب العمر كله ليك انت وابوكي حاسب كده حاسب كده حاسبي كده مشوني كده بقى عشان يعني بقى لكم ساعتين مع بعض ما اختارنيش قلبي نونو يا عاشم في ورمان يعني مامتها يا مامتي مامتها يا مامتها ماما هي ماما واختك هي اختي وابوك هو ابويا وستك هي ستي الله عليك يا ناس تعالى تكتب بالانجليزي شيء حقا تتساقط دموعي وتتساقط دمعات عيناي حقا يا رماية السعيدة خطها جميل بس انا مش شايفة عشان كلام كتير خطها جامد يعني الله اكبر الله ربنا يحرسها رماية سوليتاز بنات زي العسل محترمين جدا ماشي اللي بعده ايه ده؟ حاجات مقصرة في فاضل شنطة؟ اه فاضل انا فاضل انا وكاين بلد هدية أكبر شنطة بقى دي هدية يخرب بيتك يخرب بيتك بوظت لنا الفيديو يا شيخ هو مش جاي لك هدية؟ افتحها يا جدة تعرفي كل حاجة هدية انت فضحت فضحت بوظت لنا الدنيا ايه ده؟ في ايه؟ ده في حاجة كتير أوي في شنطة ايه ده؟ ده في مرض ايه؟ حضرتك الشنطة هنا شنطة اللي احنا اللي ايس جودي انت مين جاي ليه؟ انت صح ايه بقى ما بنزل الدلع بطاطي في شنطه هنا في حاجات هنا هل دي مع دي؟ لا دي دي شخص لوحده لا اه هو حاطط الشنطه في دي كوتشي بعدي عارف مقاسي غير ماما يبقى دي هدية ماما ولا ايه كوتشي ده شبه كوتشي بتاع كينج مصر وربنا شبه الكوتشي بتاع كينج مصر هي فعلا إجابة صحيحة دودو اللي جايبها لها الشوز بس لذيذ والله والله جامد أنا عرفت تبقى دي ديت يلو كينج بس خلاص أنت كده برضه إجابتك خد الهدية لسه حاجات تحت كنت جاي من الماتش لابني عشان جيبي لي وفرت خلاص يا ست كنت عليكي العيد هي جايبه لك هي مامتك جايبه هديتك لي صح؟ هديتك؟ ايوه هديتك؟ ايوه بخورة نفسك كده ليه؟ يا ترى بقى ايسل جايبه لها هديه ايه؟ ايسل يا جماعة بقى هديتها ايه؟ تقول عيد ميلاد يلا وري الناس هدية ايسل ايه؟ يلا بقى افتحي ماسكة الهدية هدية جبت لك هدية ماشي أول حاجة جابت لي بويز بلاش
انت جايبه لها هديه مش عايز تروحي منها؟ يعني جايبه لها حلوه؟ بجد؟ اه جميله قوي. عشان بيتك جايبه لها حاجه وبصيت في عينك فيها. خلاص خد ما تزعلش خالص. حلوه؟ معلش معلش يا ده بس بلاش ده بس ايه ده يا ريت الله شوف حلو قوي يا بنتي السعر السعر والله انا 35 لا 50 سين 35 جنيه والله ايه 35 سين 50 ساعه يعني 50 ساعه يعني 35 ساعة وبول وتسود كان أزرق جيب لي كان أزرق بصوا يا جدعان لا حلو حلو كتر ألف خير شكرا يا عيني جابت لي ليب جلوس ليب جلوس حلوة المامية لا يا بس عيني حالي إيه ده تصيب الأختك تصيب الأختك مش بنعمل فيديو ها مش بنعمل فيديو تصيب الأختك بصي راسها يلا هو ايه في ايه عادي؟ كل حاجة ما تكررش تاني مش بهزر هي اختك الكبيرة ها؟ هي تعالى يا ادم ادم تعالى يا حبيبي تعالى تعالى خش خش اتفضل معانا يلا اللي فوق اللي بعده بتعملوا ايه؟ معلش معلش بتعملوا ايه؟ يلا يا ستي تسلم ايدك يا ولد ايه يا اسطى ايه؟ كنت خير هدايا هدايا يا ادم هدايا ايدك تحفة دي صح؟ هي دي صح؟ اي خير شفت؟ انت كنت فين بقى؟ عمال امنع عليك ما تدوش على اللي فين هنا تاني. اخر هديه. عايز اعرف بقى دي ايه؟ توقعوا في الكومنتات. انا بقى بترعب من الهديه الصغيره. توقعوا في الكومنتات دي فيها ايه؟ دي هديه كينج مصر. يلا هسيبكم لمده 5 ثواني تتوقعوا في الكومنتات 10 ثواني. يلا نعد مع بعض لحد 10 توقعوا هديه كينج مصر فيها ايه؟ يلا. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ايه ده اتفضل الله اعلم انت بدل تحي بابا اكيد مش ذهب ليه يا ممكن نبص للدرجات يعني ما ايه مش ذهب ما لازم تعرف الاسم لا ما خلاص ما فيش غير عم تكلم مصر افتحها لي كام؟ قولي حاجة تعالى افتحها للناس بعد كده نشوف مدى ايه؟ احنا كده الناس شوف الاول هنشوف بقى ايه ده؟ ما هو اكيد ذهب فيها يا ست بقولك عمو كينج ما الراجل ده ملياردير الراجل ده رسام رقم واحد وادم كينج مصر وادم كينج مصر معاهم فلوس رز ياما ده عندهم 6 مليون على اليوتيوب وداخلين على 7 مليون على اليوتيوب و6 مليون تيك توك ده قليل عليه يجيب دهب ده يجيب لك ساجة ده بجد ولا انتوا بتهزروا معرفش بقى بخديه واكشف عليه انا مش عارف اقول ايوه ده دهب بجد حلقة دهب ايوه دهب وذوقه جميل جدا اكيد اكيد طنط هي اللي جايباه بصوا لا عارفك ده مقلب ده بقى لحد دي فيشة بقى دي فيشة ما تقوليش فيش عمو كينج ما بيعملش فيش عمو كينج ما بيعملش مقالب دي فيشة دي لا لسه لسه متصالحين مع الراجل ما تخليناش نتخانق معاه تاني يعني دي حقيقية؟ اه حقيقية يعني ده دهب ده؟ وعهد الله دهب يلا قولي له بقى كلمة قولي له شكرا يعني شكرا يا كينج مصر اقول يا رب ما نخدمك يا رب مش عارفة اقول ايه نخدمك يا رب كده في جوازتك التانية يا رب كده وانا اللي اكون انا اللي شاهد عليك استنى ها؟ استنى اشكره احلى هدية اللي مش احلى هديه قوي انا مش طايقه اصلا مش احلى هديه لو هديه كده صغنونه وقيمه وكل هديه عجبتني بس اصلا قلت من دي برضه الصراحه وفرحت بكل الهدايا ومش عارفه اقول ايه على الهديه دهب 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 دورنا كل الهدايا طبعا لازم كنا نفتحها معاكم شوفوا لا خلاص شفناها يا دوم نشكر الناس كلها لان بجد هدايا حلوه ونضم لهم عشانهم العيد وحاجات مش مطمن لي وربنا ما مطمن لي قوم يا عيسى قوم يا عيسى يا عشان انهي الفيديو مالك في ايه؟ هيجي لك عيد ميلاد وهيجي لك الحاجات دي ما انت جالك قبل كده عيد ميلاد وجابلك جالك هدايا ما جالكيش هدايا قبل كده؟ ردي كده
واحدة والله العظيم اقسم بالله اول مرة والله ما كان طايقني انا كنت بس والله العظيم ما كنت فاهم حاجات كتير الله اكبر ما غناش بقى. طب ايه الشغل ده يا اسطى؟ ايه الشغل ده؟ ايه الشغل ده؟ تضربني ليه؟ ما كنت جايبها لك وحطيتها ومش هديها لك انا كنت جايبها لك الثمن يلا لفترة كنت جايبها ايه؟ ما تحرمش كنت جايبها شوكولاتة فين هي؟ بجد؟ حبيبتي عايزه انت محترمه يلا بصوا بقى حضني بقى يلا حضني بقى اختك بقى خلاص عشان عيد ميلادها خلاص بتاعت اشتراك جامده والله شكلها جامده البتاعه خلصنا الفيديو يا جماعه احنا كده طولنا على الناس قوي يلا عشان ننهي الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسب ايه حاجه ناقصه يا بجد كده كان في شنطه لونها بينك كده انا بقول كده شنطه لونها بينك اه مفيش ايه مفيش شنطه لونها بينك اي سي مفيش شنطه لونها بينك انا في حاجه ناقصه فعلا انا بقول في حاجه حكت اكتر ايه هي دي طعم عمار فين ما هي دي كافيتيريا البنك ده كده شكلها عايزه فيديو تاني كده فاضل يا ريت عم عمار هنعمل ايه؟ انا مش قادر اجري واجيبها تاني يلا يا جماعه خلصنا ولا ما نعرف ريت عم عمار فين؟ يبقى نقول لكم هي فيها ايه؟ انا مش قادر انفرادين ولا ادم ادم بيعزم فيها شنطه فيها شنطه؟ بجد؟ يعني ادم قال فيها شنطه فتلاقي بنت قوي عجبها الشنطه زغلت عينيها فخليتها ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان تعملوا كل جديد عايز كل الكومنتات تكتب ايسر الحرميه حرميه الهدايا حرميه الهدايا تعالى قوم نجيبها مش انا هسيبها لازم اعرف فيها ايه يلا بينا سلام يا جماعه سلام.